رجعنا لكم من جديد. يا صباح الخير على هواء امواج اف ام وشاشة اوغاريت. مرحبا بكل من عم يسمعنا على هواء امواج اف ام، مرافقينكم بفقرتكم لليوم الخميس اللي بتخص ابراجكم. فمرحبا بكل من عم يسمعنا 98.2 93.3 ميجا هرتز. معنا مباشرة على التليفون اللي هي يوم الخميس بتكون معنا على التليفون الست فريال إبراهيم. يسعد لي صباحك، مرحبا. خميس وسبت بتكوني معنا على التليفون، يسعد لي صباحك. يسعد صباحك، صباح النور. أهلا وسهلا، شو بدنا نحكي اليوم؟ رح نحكي شوي عن حركة الكواكب. طبعا كوكب عطارد عم يتقدم إستاته في برج السرطان، يعني عزيزتي في شوية مضايقات للجدي وللحمل. يعني كيف مضايقات؟ في عندهم تأجيل، في عندهم ضجر، في عندهم تشويش، ما بعرف، بس لازم ينتبهوا كتير كتير من الموضوع ولازم يتهيئوا. أنا بنصح إنه يكونوا كتير بحاله هادئين مشان يحسنوا يتلقوا ممكن الأخبار اللي ما تجي على بال أو ما تكون على كيف. كوكب الزهرة في برج الأسد إلى جانب طبعا المريخ، كوكب الطاقة، كوكب المعنويات القوية. طبعا ممكن تكون سلبية وممكن تكون إيجابية، فلازم ينتبه بهالحالة هيدي العقرب والدلو. لازم اليوم تحديدا الدلو ما يخالف، ما يعاند، ما يساحن. العقرب تعبان، ايه عنده ضغط، عنده احساس العقرب بانه ناقصه شيء. هو عم يدور على يمكن ناقصه لحتى يفهم شو الفراغ اللي هو فيه. على كل حال فترة وبتعدي يا عقرب. وكمان الدلو مثل ما حكينا من شوي انه لازم ينتبه، ما يعاند اليوم، ما يخالف، ممكن يحكي كلام ما كتير يكون منيح، فلازم الانتباه يا عزيز الدلو اليوم اكثر من اللازم. ما في شيء سيء، بس انتبه، يمكن كلمه احيانا تعملنا مع بالكلام او بالالفاظ ما تكون منيحه. هاي بالنسبه لحركه الكواكب. سعد صباحك يا برج الحمل. اليوم الحظوظ محالفتك حتى من بارح أو من أول مبارح حتى اليوم وبكرة، الأمور كتير منيحة، الحظ معك بكل خطوة عم تخطيها، معنوياتك كبيرة، طاقتك منيحة كتير كتير. انفراجات اليوم بعد الظهر يمكن تسمع أخبار كتير أنت ناطرة وبتسعى لها حتى توصل لك، فالأمور إيجابية يا حمل. نعم. صباح الخير يا برج الثور. اليوم عندك فعلا شوية لبكة من الصباح، دزران، تشويش، حاس حالك انه ما حدا بجنبك او انت لوحدك، احساس غريب هيك عم ينتابك، بس هي انت قادر تتخلص منه بشويه هدوء. بس انتبه على الفاظك اليوم، انت مزاجك ما نو منيح، فحاول كتير كتير تكون منتبه مشان ما نختار حدا من حبه. صباح الخير يا برج الجوزاء. اليوم للعلاقات تسعى وبقوه للتغيير. اليوم كانه كلامك هيك دبلوماسي، عندك هالمروني، عندك الابتسامه اللي هيك عم من الصبح مرسومة على وشك، الحظ عم يحالفك، واللي عندك أكثر يمكن ها فيني نقول إنه الأخبار المالية أو الانفراجات المالية يمكن هي اليوم هي اللي بتخليك أسعد من أي لحظة تعني. برج السرطان، صباح الخير يا برج السرطان. اليوم نفسيتك مرتاحة، يمكن من اهتمام، من كلام سامعه حدا بهيك بيعترف لك بشي، فأنت اليوم حاسس إنه تملك طاقة كتير، فيها دفا كتير، فيها هدوء كتير، فيها راحة بال. فالسرطان كمان اليوم أنا بعتبره أوقاته كتير منيحة وأوقاته كتير إيجابية، وممكن أخبار أو عن وصول مبلغ، فهذا شيء بيعمل له سعادة فوق سعادة. برج الأسد، صباح الخير يا برج الأسد. اليوم مزاجك ما نو منيح، يمكن حالتك النفسية ما نو منيحة، يمكن حدا من العيلة أو من المحيط اللي حولك بهمك أمره ما وضعه منيح، فهذا عامل لك مثل القلق والتوتر. انتبه، تصرفك لازم يكون مدروس أو ردة فعلك لازم تكون مدروسة. إن شاء الله تمام الأمور لكل الأبراج وخصوصا الأبراج النارية، فيمكن اليوم عنده الحظوظ زايد، يمكن متأثرين وجود الزهرة ببرج الأسد. فالزهرة عن كوكب العلاقات، الارتباطات، الكلمة الحلوة، الكلمة دي الفيا كتير محبة، فلازم كتير يكونوا اليوم مستعدين أو على استعداد إنه يقضوا أوقاتهم بشكل كتير منيح. صباح الخير يا برج العذراء. عندك ضغط، عندك شغل كتير، كأنك أنت مراكم شغلك أو عندك إهمال كان باليومين ثلاثة الماضي فصار عندك شغل زيادة، فلازم اليوم تخلص كل شغلك برأيي أنا، وبنصح إنه تكون فعلا
حاط براسك انه اليوم كثير لازم تنتهي من قصص صار لك فترة عم تتراكم عليك. مع ذلك ما في شيء بيخوف ابدا ابدا ولا في شيء سيء، بس بتمنى يكون محافظ على هدوء النفس. يمكن في قواسم مشتركة كثير انا بطلبها وبنصح كثير الابراج منها. يا جماعة بالهدوء وبالكلمة الرزينة والكلمة الحلوة كثير تنحل معنا امور ممكن تكون بالنسبة لنا صعبة. برج الميزان، صباح الخير يا برج الميزان. اليوم وقتك مليان، عندك كأنه حركات زيادة أو نشاطات زيادة أو دعوات عم تلبيها، بشارة خير حلوة كتير ناطرة من فترة، اليوم تيجي يا عزيزي بتوصلها لأيدك، يمكن مبلغ مال اليوم كأنه هيك بتوفي دين أو بتوفي بوعد ملتزم فيه، فالأمور منيحة يا ميزان. برج العقرب، صباح الخير يا برج العقرب. قلق، عندك إحساس بالوحدة، انتبه من قراراتك اليوم يا عزيزي، انتبه كتير، وبتمنى تكون محيط الأسرة أو محيط الأسرة كتير كون دارس قرارك، فاليوم بلا ما نعمل مشاكل بيكون كتير منيح، مع أنك أنت قلق ومزاج قلق كتير وما مزاجك منيح، فأنا برأيي اليوم مانك مهيئ لأي قرار، فإذا ولا بد واجهك أي موقف مهما كان بالشغل أو بالبيت حاول تكون كتير هادي وحكيم من قرارك. أنا بتمنى كتير يا عقرب تسمع نصيحتي. برج القوس، صباح الخير يا برج القوس. اليوم انتبه حدا بيحاول يستفزك أو هيك بيستقصد إنه يطلع لك الند بالكلمة بالكلمة بالكلمة، فبتحس بحالك إنه أنت مقيد بدون ما تحس، فهذا الشيء بيزعجك مع إنه أمورك كتير منيحة وعندك شيء اسمه تجديد بالأخبار بشيء انت ناطره، فالقوس بعتبره أنا اليوم إذا ولا بد ضل هادي عنده أخبار كتير منيحة. برج الجدي، صباح الخير يا برج الجدي. ميزانيتك شغلتك، ما يعني مو أنه ميزانيتك شغلتك يعني أنت محتاج، لا أبدا، بس كأنه هيك عم ترتب عم تنظم عم تحاول هالمرة تكون كتير حريص على استمرارية هالموضوع وبشكل ناجح، فأنا بتصور انه الجدي ما عاد بينخاف عليه الفتره هيدي وطالع. امورك بخير يا جدي. صباح الخير يا برج الدلو. اليوم القمر طبعا عنده، فعنده هالتالق، عنده هالمرونه، عنده هالطله الحلوه، عنده هاللطافه، فاليوم هيك بيصير عنده شيء جديد او بيستلم شيء جديد او بيتخبر عن شيء جديد، فالتجديد اليوم كثير وارد، فهنيئا لك يا برج الدلو. اخر الابراج هو برج الحوت. يكون هادي كتير اليوم، انتبه من قرارك يا عزيزي، ما بعرف كأنه اليوم كأنه هيك بتحسم قضية يمكن زوجية أو حدا خاطب أو عنده علاقة عاطفية، الأمور العاطفية اليوم عندك حسم قصة، فبتمنى كتير تكون الحسم إيجابي أو أخذ خطوة جدية بشكل منيح وشكل إيجابي. على كل حال أي حسم في أي قضية بتكون تعب الشخص مهما كان نوعه، أنا برأيي لازم تكون مدروسة، فإن كان حسمه إيجابي أم سلبي فبيكون راحة لصاحبه. بتمنى الأخبار كتير تكون منيحة لكل الأبراج. بدي أتشكرك وبدي أتمنى لك الصحة لصوتك ولإلك، ونرجع نلتقي معك الأسبوع القادم يوم الأحد. يسعد صباحك، بتكوني معنا. صباح الخير، شكرا كتير لإلك. هلا، باي باي، صباح النور.